بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في عيد ميلاد السيد المسيح له المجد أهنئكم جميعا بهذا العيد. الرب يجعله عيد سعيد مبارك على الكل. وفي هذا العيد نتذكر محبة السيد المسيح لنا، لأنه أتى من السماء ليتجسد ولكي يفدينا. فولد السيد المسيح لهذا السبب، ولكن توجد أسباب أخرى ولد من أجلها السيد المسيح. أولا ولد ليصير واحد منا، أخذ جسدا بشريا كاملا ما عدا الخطية، وعاش على الأرض مثلنا، تجرب في كل شيء، شعر بالذي نشعر به، وعاش كإنسان على الأرض وصار واحد منا، كما قال الكتاب ينبغي أن يشبه أخوته في كل شيء ولكن ما عدا الخطية. هذه كرامة عظيمة أن الله ملك الملوك ورب الأرباب يصير كواحد منا ويعيش على أرضنا لكي يفدينا من الخطية وينقذنا من الهلاك الأبدي. كذلك ولد السيد المسيح ليكون معنا، كما دعي اسمه عمانوئيل الذي تفسيره والله معنا. ففي ميلاد السيد المسيح أصبح الله معنا في كل شيء، في كل حين، في كل حياتنا، في ضيقاتنا، في تجاربنا، في كل عمل نعمله الله معنا. ده اسم السيد المسيح في الميلاد عمانوئيل. كذلك ولد السيد المسيح ليكون فينا. معلمنا بولس الرسول بيقول المسيح فيكم رجاء المجد، فهو حل فينا، اتحدنا به حينما نأكل جسده ودمه ونشرب دمه، نتحد به وأصبح ساكن فينا وليس بعيدا عنا، كما قال الكتاب أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. ففي الميلاد السيد المسيح أصبح فينا وليس بعيدا عنا. كذلك في ميلاد السيد المسيح نتذكر أن السيد المسيح ولد لنا. كرامة عظيمة أن يولد لنا السيد المسيح، كما بشر الملاك الرعاة وقال لهم اليوم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. ولد لنا مخصوص أو خاصة، جاء إلى خاصته، فولد لنا السيد المسيح. فدي هذه كرامة عظيمة أن يولد لنا السيد المسيح، ونحن نفتخر أننا مسيحيين ودعي علينا اسم المسيح. آخر حاجة أن ولد السيد المسيح ليموت عنا. منذ ولادته وهو وضع الصليب أمام عينيه، كما نتذكر أن السيدة العذراء لفت وقمطت الطفل يسوع، نفس التعبير قيل عنه وقت موته أن نيقوديموس ويوسف الرامي بيقول ولفه في كتان، نفس الكلام، لأن الموت أول ما لف الجسد، نفس اللي حصل معه في الميلاد. ده معناه أن السيد المسيح ولد ليموت عنا، عاش وعمل معجزات وشفى أمراض وعاش بيننا، وبعد كده مات على عود الصليب. وهذا هو السبب الرئيسي لنزول السيد المسيح إلى أرضنا لكي يفدينا من الخطية الجدية ويحيينا حياة أبدية. أتمنى لكم عيدا سعيدا مباركا مملوء بالحب للكل والسلام، لأنه هو ملك السلام. نعيش بالسلام مع الله، ونعيش بالسلام مع أنفسنا، ونعيش بالسلام مع الآخرين، ليحل المسيح بالسلام في قلوبنا وعقولنا، ويكون هذا العيد بركة على الكل، ولإلهنا المجد الدائم أبدياً أمين.